عزيزي دياجو، جزء من قلبي رحل للأبد، زي ملايين من الناس اللي خرجوا للشوارع لتوديعك. اليوم اللي تمنينا ما يجيش أبدا دلوقتي احنا عايشينه. دياجو أرماندو مارادونا مات. الموضوع كأنه مش حقيقي. افتكرت ان ده عمره ما هيحصل. انت خلتنا نؤمن انك بتقدر تصنع المستحيل، سواء في الملعب او برا. هربت من الموت مرارا وتكرارا، بنفس الطريقة اللي كنت بتهرب بيها من خصومك في الملعب، وبتخلينا نسأل نفسنا ان كانوا بيلعبوا نفس اللعبة اللي انت بتلعبها من الاساس. انا ارجنتيني، مش محتاج اكتب كلام حب كبير يبين اللي انا حاسس بيه، مش محتاج استخدم تشبيهات او قصايد شعر فقيرة. الموضوع مؤلم جدا. انا غرقان في دموعي على شخص عمري ما قابلته في حياتي، شخص عمري ما حضنته او اتكلمت او ضحكت معاه، شخص ما يعرفش اصلا اني موجود في الحياة. لكن ده مش حقيقي. تقدر تسأل اي ارجنتيني، دياجو انت جزء مننا، كنت اقرب لينا عن كتير من احبائنا. دياجو انت اديتنا اكتر من اي سياسي في تاريخ الارجنتين كله، خلتنا فخورين بألوان الأرجنتين أكتر من أي شخص في التاريخ، بمجرد كورة وباستخدام رجليك وبس. بنحتفل بالكريسماس سنوياً يوم 30 أكتوبر عشان ده عيد ميلادك، بنشكر والديك إنهم جابوك للدنيا عشاننا، وبنولع الشموع على شرفك، بنقبل صورك ونلبس القمصان برقم 10 عشانك. في بلدنا كرة القدم بتعالج وبتأكل، بتكون مصدر الأمل والمتعة حتى للناس اللي عمرهم ما عارفوا يعني إيه أمل في حياتهم. أنت عارف كده أكتر من أي حد تاني. اتولدت في فقر مبرح، ومع ذلك اكتسبت موهبتك الفريدة عشان تحقق المعجزات. بالنسبة لعيلتك، بالنسبة لبلدك، وبالنسبة لمتابعيك الأوفياء، النهاردة فقدنا رمزنا، اتاخد مننا. أنا اتولدت في 1986، نفس السنة اللي نصب فيها مارادونا نفسه على عرش العالم كله كأفضل لاعب في جيله. أداء ملوش مثيل، لدرجة إنك حتى أخدت ثأرنا لوفاة أهلنا في حرب الفوكلاند على طريقتك. سرقت لنا منهم جول بإيدك، وبعدين تقدم لنا أعظم انطلاقة بالكورة في التاريخ في الهدف التاني. أنا كنت لسه ما اتولدتش لما رفعت أنت كأس العالم، لكن أنا طول عمري عارف أنت إيه بالنسبة لينا كلنا. أول ذكرى ليا معاك كانت في المدرسة. كان عندي 7 سنين لما كأس العالم 94 اتلعب في أمريكا، وكنت لسه مش فاهم حتى يعني إيه كأس عالم. وفجأة سجلت أنت هدف عبقري، وبعدها جريت ناحية الكاميرا تحتفل بكل شغف من قلبك وروحك. بعدها مباشرة أنا رحت أتفرج على كل فيديو ليك، وأقرأ كل كتاب عنك، وأشوف كل جول ليك، كل مهارة عملتها من أول ما كنت في أرجنتينوس، لما كان من المستحيل إن حد يقدر ياخد منك الكورة وبيضطروا يضربوك عشان يوقفوك كل مرة في إيطاليا. ما كنتش محتاج لإقناع، عمر ما كان عندي تردد إنك كنت وحتفضل دايما الأعظم. الأرجنتينيين عارفين ده، جمهور نابولي عارف ده. الموضوع ملوش علاقة بالإحصائيات وعدد البطولات، ملوش علاقة بالأرقام القياسية اللي انت حققتها. الموضوع أكبر من كده. لعبك للكورة ورجلك الشمال كانوا هما جوهر الكورة الجميلة بالنسبة لينا. بشوفك بالكورة وقلبي يبدأ يدق بسرعة، والابتسامة تظهر على وشي لا إراديا. الموضوع ملوش علاقة بإني حبقى متوقع تسجل هدف، ملوش علاقة بمين الجوت أو عدد الفولورز على إنستجرام. الموضوع كله مرتبط بكرة القدم. انت ارجنتيني، بس بالنسبة لكل واحد حب لعبتنا محدش توقع يعيش اليوم ده. لكن النهاردة واليوم ده جه فعلا، فانا بتمنى ليك تلاقي السلام والراحة اللي تستحقهم بجانب والديك المحبوبين. هنفتقدك جدا، هحكي لأولادي عليك، وهفضل ادافع عنك مدى الحياة لاني واحد بيحبك يا دياجو.